اليوم 30 من شهر كياك المبارك، ثاني يوم عيد الميلاد المجيد. مجد أبناء الله، ما أعظم مجد أولادك يا ربي المستمد من ميلادك العجيب. إنهم فقراء بحسب الناس، ولكنهم أغنياء جدا بنعمتك. هم فتائل مدخنة بحسب نظرة العالم، ولكنهم نار حارقة بك أيها الكائن في العليقة. هم ضعفاء جدا، ولكنك أخضعت لهم الشرير وكل سلطانه كي يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. لا يراهم العالم، ولكنهم نور مستمد منك أيها النور الحقيقي الذي يضيء في الظلمة ولا تستطيع الظلمة أن تمسكه. هم يحملون صورتك بكل جمالها ونقاوتها ووداعتها وابتضاعها. هم بنعمتك أحرار من رباطات العبودية المرة. ربي يسوع، يا من وهبني سر الميلاد الجديد لأكون ابنا لله، حلني من رباطاتي وأضع عيني قلبي وافتح شفتي لأسبحك. حررني من قيود الجسد والعادات القديمة كي أنطلق نحوك. املأني من حبك الذي يطرد كل خوف إلى خارج ويملأني سلاما. املأني من القوة التي تهزم العالم وكل حيل الشرير. املأني من كنز صورتك الإلهية المملوءة مجدا وبهاء. ربي يسوع، ثبتني في نعمتك، وفي كل يوم هبني من برك يا محب البشر، ولك كل المجد إلى الأبد. آمين.